غنفتح لكم الدوسي ديالو حيت عندي انا دوسي. نصاب قول سميتي وقول نصاب ندوزو للمحكمه نتفاهم. هاد اليامات الاخرى شبكه ديال بصح ما بين سيمو لايف وامير الرغيب نايضه فريمون تنشيط وما كاينش فينا اللي ما كيعرفش هاد الجوج. سيرشو داكشي داخل النت على قبل ديجيتاليزاسيون ولا على قبل الاي كوميرس الا ما كنتيش تفرجتي في شي فيديوهات ديالهم فانا متاكد غتكون سمعتي بسمياتهم. اجي نشوفو شنو هو الطاك اللي خرج به امير الرغيب وشنو كان الرد ديال سيمو لايف. تعال اجي عندي انا تنقولها للمغاربه كاملين جيو عندي غنفتح لكم الدوسي ديالو حيت عندي انا دوسي وغنوريكم بالادله القاطعه مساله اللقب اللي اول موقع اباحي الدار باللقب ديالو راه عطيتك الدليل قلت لك سير قلب بعيدا على التشهير فما يعطينيش واحد الدروس في شي حاجه هو اصلا بدايته خاطئه. ملي كنقول لك مثلا انه كاينين يوتيوبرز داروا ليه الاشهار وتخلصوا وكاينين عنده ديك قطع الدليل عندي الدليل انه كيجيب دي يوتيوبر وهذا وكيقولوا ليه انت هو ناضي وهذا كما وقع دابا كنهضر انا على واحد الخباز نهضر واحد خونا تيدير الخبز في يوتيوب صراحه تيجيب بحال هذوك اللي مثلا كيصفرهم وهذا وتيجي تقول لك حنا راه تنضربوا وعندي امثله بحال هاد الناس دايرين دي كونطرا وكونطرا ديال انك جي ودير لي قول انت واعر انت داير انت ناضي كاينه دليل بالدليل ماشي الدليل الهضره ولا الدليل وراق عقود تنقول لك العقود وانت اختاريتي هادوك الناس لانه عندهم واحد لوديونس كبيره باش تبروموتي لواحد الحاجه باغي توصل ليها وملي يجيو هادوك الناس ويقول لك حنا كندخلوا وضفاك المليونز اوف دولارز وملي يدخلوا من المغرب غيبانوا ما تيدخلوا لا مليونز واحد باقي تيطلب في التيك توك لدابا واحد باقي كيطلب في التيك توك لدابا واش اللي كيدخل 20 مليون ولا 2 مليون في النهار ولا داك التخربيق واش كيطلب في التيك توك وما تحمقوناش ما تجي تقول لي انا حاقد على شي حد واش ما عندكمش دماغ واش نتوما مسحورين ولا مالكم واش واحد اللي تدخل واخد فورماسيون على عند الاب الروحي عنده ديريكت واش هذاك سيت اصاحبي واش هذاك سيت واش هذاك السطور هذاك اصاحبي هذاك السطور ما تيديروا على الدراري هما غير تيتبعونا في اللايفات السطورات ديالهم احسن من هذاك الشيء انا ما رضاش واحد يكون تلميذ ديالي وتكون عنده بحال هذيك الخدمه وكما نصات اصاحبي ما تبقاوش تحماقوا اصاحبي واش نتوما تتحماقوا واش واحد تيبيع مولينكس كيدير منها 2 مليون كمان اصاحبي عاد انت بغيت نهضروا في زباله عباد الله بغيت تمشي لبرا وهذوك الناس اكونوا على يقين راه فيه الناس ديالو هو علاش شوف علاش كاين تسجال وهاد التخربيق وخطار وهادشي علاش راه هادشي كاين راه كنهضر انا تنهضر على مول الخبز اللي دار في هذا في لاباتيسري ديال لاباتيسري فورماسيون ديال لاباتيسري هذاك مول الخبز اللي داير ديك الفورماسيون ديال لاباتيسري اش داير فيها داير لك اسيدي سيليكسيوني خاصو يختار هو الناس اللي اولا ما غيديروش ليه مشاكل اللي يكونوا شي وحدين محشورين اللي ما تجبد ليه مشاكل اصاحبي راه خدمها صاحبي هي بالعقل خدم هي بالعقل هي العقل انسى انا شكون اللي كندوي انسى خدم هي عقلك انساني انا خدم هي عقلك اصاح واش انت واحد قراه واحد انا قريتو لاباتيسري قريتو الباتيسري وملي جا صوب ليا كي كعوجا اسمع معايا دابا باش غادي نرد عليه سيمو لايف راه نصاب راه حنا كنحولوا ملايين الدولارات انا كنقول لك كون راجل راجلك انت راجل وافضحني قلت اجي لا دير لي دوسي او تدير عليا دوسي انت ديستي ولا انت لا تجيد ولا شكون انت خويا امين فوتني دور البارابول شي جهه اخرى سير صنع كيما صنعنا سير دير شي حاجه الحمد لله مخدمين انت اش مخدم شكون اللي مسجل في السي ان اس اس شكون اللي مخدم بغيتي نعرف اش انا وظائف خلقتي في هذه البلاد اشنو درتي في هذه البلاد ما عطيتي والو لهذه البلاد ها هي يو كان اللي كتضل كتشكى عليها ها هي في الرباط مخدمه من احسن الكفاءات في المغرب انت اشنو خدمتي انت اشنو درتي انت شحال كيدخلوا معاك الناس علاش انا محقدك راه كلشي ولا عارفك حاقد كل كي تجيو عندي كتقولوا لي انا حاقد لا حاقد اصاحبي خاص تحيد منك الحقد عاد ندوزو لشي حاجه اخرى كوني كتقول هي الحقيقه والله تنحترمك ولكن ما تقدر اخوان وحق الرب الا عشت وشفت
كميه الحقد اللي في بنادم اللي في العالم كامل، وما عمري شفت الكميه ديال الحقد ديال واحد خونا اللي دخل واحد النهار لدارنا وكلا، واحد النهار اللي دخلت لدارهم وكليت. انا تندير بداكشي اللي كليت اللي قداتو الوالده ديالو، وكندير بالوالد ديالو، وما كنبغيش نعفاطو ونوراك وسميتو تقول اش نجرو شي جهه اخرى زوينه يمشي يبني شي حاجه يدير حتى هو شي ستارت اب، تيجي بنادم تبقى تقول لك بالدليل بالدليل. اين دليل عندك الصاد؟ الا عندك الدليل جي ندوزو للمحكمه، ذكرني بسميتي قول لي سيمو لايف انت عندك سيزات البورنو، ولا ذكرني بسميتي هاكا واجي ندوزو انا وياك للمحكمه ورينا الدليل. هذاك واحد كان هاكا سيت واحد البيريود، كاين شي واحد حل سيت تاع البورنو سيمانه ولا جوج سيمانات، ملي كنت كنقرا في السيزيام ماشي الباك، في السيزيام كنت مريزيرفي الدومين بسميتي اللي مشى لي، لان ما كانش عندي باش نخلص ديك الساعه باش تبقى تتصل بواحد اختنا اللي هي كنحتارمها بزاف اللي هي حنان امجاد. في واحد الوقيته تبقى تقول لها لا ما تكونيش مع السيمو لايف، لا راه السيمو لايف نصاب تضا، وانا راه حنان امجاد راه صديقه ومن سنين ما شفتهاش، وتبقى انت تتصل بها وتعاود لها هاد القصص هادو وداك الشيء لا، وما تمشيش معاه. فين احنا كنا مسافرين صاحبي، كنا غاديين لواحد ليفينمون في تيزنيت، ودارت السنين وجات قالت لي راه امين. اشنو قال لي عليك؟ اشنو قال لي عليك؟ وتعاشرت معاك دابا عامين وما لقيتش فيك الا ويد الناس. انا ما عرفتش كاع هادشي راه كيطرى من ورايا، علاش انت حاقد؟ واش كاينه شي حاجه؟ اجي نفريو لهاد الحساب هذا، ولا جبدني بالسميه خلينا ندوزو للمحكمه صافي ما نفرقوش. ماشي وا 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 هذاك لا ما نقول لا، قول سميتو. انا كنحاول نصنع منك راجل، كنحاول تنقول لك امين واش عندك شي مشكل معايا؟ واش علاش داير لك هاد الحقد هذا؟ علاش انا محقدك؟ راه كلشي ولا عارفك حاقد، كل كتجيو عندي كتقولوا لي انا حاقد. لا حاقد اصاحبي، راه باينه في وجهك اصاحبي حاقد. ما كتحاولش تصنع شي حاجه، كنحاول انا نصنع منك راجل، كنقول لك دور الصاد نساني انا دور، سير صنع شي حاجه تستافد منها الامه، يستافد منها المغرب، وراه في يديك وراه عندك بوتونسييل. وكنقول لها مره ما جوي كان داك البوتونسييل ما شفنا منه والو، كنقول لك يا ودي الله يهديك دور شي جهه اخرى، اجي نفع هاد الامه، اجي تمشيو حنا كنخدموا حتى كنخدموا، انت شنو مريح وكتجي تبغي تكلاشي الخدمه اللي درنا وما كتكلاشيهاش بصح، كوني كتقول هي الحقيقه والله تنحترم، ولكن ما تقدرش راه كتبقى كتقول بزاف ديال الهضره اللي كون هي كتكون حقيقه نجلس ونتناقش معاك وتعجبني. المشكله كتقول شي حاجه ما كايناش، داو جوج ديال الناس، دينا خمسه ديال الناس، ما ديناش جوج ديال الناس، وكنتمنى انت تجي واحد تجلسوا معاك وتصرف عليه وتقابلوا وتعلموا شي حاجه وتسجل ديك الاكسبيريونس، تقول لهم ها انا خديت هذا المواطن ها كي كان ها كي رديته. ما كديرش وكتجي كتبغي تهدم كلشي، دينا خمسه وهاد العبد هذا هو اللي صرف عليهم، والعبد هذا هو اللي تكلف بكلشي، ودوك الخمسه تجي كتبقى تقول وقال لك دوك الجوج، انت فراسك هي جوج، انت ما فراسك ما يتعاون، ودوك الجوج قال لك داروا ملاير داروا مليونز اوف دولارز، هاكا كطلع في اللايفات مليونز اوف دولارز، احنا قلنا مليونز اوف دولارز، احنا قلنا فرعون نهار دخل وكلشي راه لحقاش حنا كنعرفوا واحد النهار ممكن تدعونا للتحقيقات ولا شي حاجه، قلنا دخل بخمسة المليون هي اللي دار، وعندنا كلشي عليه الادله، خمسة المليون مغربيه 5000 وشي حاجه الدولار، الثاني دار شي 3000 وشي حاجه الدولار، الثالثه وشي 3000 وشي حاجه، كنا مشاركين كلشي وراه باقي كلشي كاين. ونهار بدينا التحدي الناس اللي متابعه معنا التحدي قلنا الهدف هو تجي نجيبوا خمسه ديال ولاد الناس ويوليو يدخلوا اكثر من 10000 درهم، تنقول انا تنقول لهم انا كنتحمل المسؤوليه في 10000 درهم، والهدف ديالنا من التحدي هو نصنعوا واحد المواطن يريح في دارهم من 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 بيتهم مع والديه ويخدم ويدخل اكثر من 10000 درهم. ما عمر قلنا مليونز اوف دولارز، حنا ما كنبيعوش العجل، حنا ما كنبقاوش طططط على حقاش ممكن واحد يجي يشدنا من هضرتي الخوت. انا ما كندافع لا على امين لا على سيمو لايف، ولكن ضد هاد البلان اللي داروه هما بجوج حشومه، جوج ديال الدراري اللي فريمون عطاو شي حاجه كبيره في المجال ديال الديجيتاليزاسيون ولا ديال الويب اون جينيرال. امير الرغيب كيف ما كتعرفوا راه من اليوتيوبرز القدام، من الناس القدام اللي بداو في يوتيوب، من الناس القدام اللي كيمثلوا الويب المغربي. سيمو لايف كذلك عندهم بزاف ديال الجوائز، امير الرغيب راه ديجا عنده جائزة ديال رواد التواصل الاجتماعي اللي خداها من عند الحاكم ديال الامارات دبي. يعني جوج ديال الدراري اللي فريمون كيمثلوا البلاد ديالنا المغرب احسن تمثيل، اخيب حاجة هي يطيحوا في بلان بحال هذا. وهادشي كامل حنا عارفينه علاش وقع على لافير ديال سيمو لايف ديال 6 مليون من 6 مليون. ولكن اذا كان شي حساب قديم يعني بيناتكم، من الاحسن يعني يكون داكشي كونفيدونسيال بين جوج ديال الدراري، حيت راه في الاخر لا امير الرغيب عنده الناس اللي كيتبعوه، لا سيمو لايف عنده الناس اللي كيتبعوه،
بزاف ديال الناس اللي كيتلاحوا في الدومين ديال الديجيتاليزاسيون ولا ديال الاي كوميرس ولا ديال لي ريزو سوسيو ولا ديال الويب اون جينيرال راسو كيتانسبيرا وكياخذوا من عند سيمو لايف ولا كيتانسبيرا وكياخذوا من عند امير الراغب. الوغ دابا شنو خليتو لهاد الناس هادو ما غادي يقولوا غدا ولا بعد غدا؟ حيت فاش كتهم واحد بالنصب وكيخرج واحد وكيرد عليك وكيجبد لك حتى هو دواصه وداك الشيء انا كنولوا في اللعب ديال الدري الصغار ولينا ما فهمتش انا هذا الشيء. خليو مثلا القنوات التافهه الصفحات التافهه هما اللي كيقلبوا على البوز عن طريق هذا الشيء ديال اعطيني نعطيك واحد كيسرح والاخر كيرد. ولكن باش طيحوا جوج ديال الاسماء اللي هي لمعات في الويب مغربي وطيحوا في هذا البلان هذا فريمون شي كيدير في الخاطر. دابا اللي كيدير في الخاطر هي غدا تشوف الناس اللي متبعين امير راغب ضد الناس اللي متبعين سيمو لايف غنولوا هنايا في حرب بحرب اعلاميه اعطيني نعطيك. وشنو السبب؟ هو الهضره اللي خرجوا بها جوج ديال الناس. فاش كتكون وجه اعلامي ولا وجه اللي معروف ولا انفلونسور نيت ديال بصح راه فريمون يعني خصك تحسب شنو خصك تقول. راه ما كتقولش اي حاجه ما كتخرجش باي حاجه. والخيبه كاع هي سيمو لايف فاش خرج بدا كيدوي قال بانني كنعرف امير راغب من شحال هادي وتشاركنا الطعام وقسمنا هادي وعشنا في دار وحده وكذا. وعلاش اصاحبي هادشي يطيحوا في هاد البلان هذا دابا؟ وحنا زعما اللي كنفتخروا بكم وكنقولوا راه المغرب راه واصل في الويب راه المغرب راه طياره في الاي كوميرس وكاع الناس كتعلم من عندنا وكتلقى بزاف ديال لي جون دابا خدامين في هذا الشيء وبنادم كيدخل الصرف من هذا الشيء وفي الاخر يجيو جوج ديال الناس اللي هما فريمون في الهو نيفو يعني في الطوب ديال هاد الدومين هذا ويخرجوا بهاد الفيديوهات هادو حشومه. انا صراحه ما نديرش هاد الفيديو باش نقول الراي ديالي، بغيت نسمع الراي ديال الناس. شنو بان لكم نتوما في هاد البلان؟ شكون اللي غلط؟ واش امين ولا سيمو لايف؟ واش بان لكم في هاد العيبه هادي اللي خرجوا بها؟ وصرتو حنا في الاواخر ديال رمضان يعني احنا يرف شهر الغفران والتسامح ومقبلين على العيد الصغير وتخشموها في الاخر بهذا الشيء. المهم نتمنى هذا الشيء ما يطولش بزاف ونتمنى تصفى الخواطر. الفيديو ديالنا سهله، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.